مساء الخير. بالحزم حسم الأمر، إسرائيل نفذت عملية اغتيال الأسير المحرر سمير القنطار بعملية صاخبة لا بعملية أمنية مبهمة. الليلة كرر السيد حسن نصر الله المعادلة التي أرساها عند اغتيال عناصر الحزب في القنيطرة: عندما تعتدي إسرائيل أينما كان وكيفما كان وفي أي وقت، كان من حق المقاومة أن ترد أينما كان وكيفما كان وفي أي وقت وبالطريقة المناسبة. واليوم قالها للعدو والصديق الشهيد سمير القنطار: واحد منا وقد قتله الإسرائيلي يقينا، ومن حقنا أن نرد على اغتياله في المكان والزمان وبالطريقة المناسبة، والكل يعمل حسابه. تاركا لحفل التأبين مزيد الكلام في هذا المقام. وفي معرض الاغتيال جولة على العقوبات اقتصاديا وأعلاميا. في الأولى: لا أموال لدينا في البنوك، وأموالنا من المنتج إلى المستهلك مباشرة، طالبا من الدولة والحكومة والمصارف أن يكون فيها رجالا لحماية المواطنين. أما إعلاميا فلا تراجع ولا استسلام، وسنبحث عن كل الوسائل لنسمع صوت الرافضين الثائرين للمشروع الإسرائيلي الأمريكي. وقبل إطلالة السيد أرسى اليوم معادلة ذهبية: عماد على جهاد على قنطار، ثلاثية أبطال تشاركت الصلاة قبل أن يوارى سمير في الثرى ويدخل روضة على بعد أمتار من رفاق الثريا. في موكب تشييعه عثر على فيض من حب وكواكب ناس تقيه شر الناس. قطار عقيدتهم يلف القنطار ويبعد عنه سهاما جارحة طعنت في سنوات اعتقاله وفي شهادته وسر حريته وبقائه على قيد المقاومة واختياره أرض فلسطين مرجعية للعودة. لكن شعبه أرخى عليه اليوم مناديل الثقة وقلده وسام ثالث الشهداء وتركه حرا نحو تربة الأحباء، رسولا إليهم بنضاله الطويل حتى الينابيع. من بكاه في لبنانه في كفة، ودمعة أم جبر وشاح في كفة تمتد من القطاع إلى الضفة. تلك الأم التي لم تلد سميرها لكنها ألقت عليه وشاح الأمومة المقيدة بأصفاد الاحتلال. جنازته قطعت الدمع بالوعد، وسمير القنطار كان كمن يسير موكب التشييع إلى طريقه التي رسمها وأدرك مفارقها وكتب سطورها. إذن جزم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إسرائيل هي التي نفذت عملية اغتيال الشهيد سمير القنطار، موضحا أن العملية جرت عبر إطلاق صواريخ دقيقة ومحددة إلى شقة سكنية في مبنى سكني كان يتواجد فيه القنطار. نحن نعلم، والأخ سمير كان يعلم، لأنه هذا حكيم مع بعضنا بهذا الموضوع، وأيضا الإسرائيلي ما كان يخبي، يعني كان دائما الإسرائيلي يحكي بشكل مباشر وغير مباشر أنه هو لن يترك سمير القنطار على قيد الحياة منذ اليوم الأول لإطلاق سراحه، وهذا قبل أن يكون هناك أي كلام عن إمكانية مقاومة شعبية سورية في الجولان أو بدايات عمل على هذا الصعيد. نعم، هذا الأمر قد يكون قد شكل حافزا إضافيا للعدو لينال من سمير. الليلة أقول لكم للعدو وللصديق: الشهيد سمير القنطار واحد منا وقائد في مقاومتنا، وقد قتله الإسرائيلي يقينا، ومن حقنا أن نرد على اغتياله في المكان والزمان وبالطريقة التي نراها مناسبة. هذا حقنا. وأضيف لكم في هذه الليلة: نحن في حزب الله سنمارس هذا الحق بعون الله وتوفيقه وتأييده إن شاء الله، والكل يعمل حسابه على هذا الأساس. ما بننسى نتنياهو هاي السنة والسنة اللي قبلها وبأكثر من مناسبة، انه بيحمل، اذا بتتذكروا هاي الكرتونة
وحاطط صورة هيك مرسمة وأحمر ويقشر لهم بالقلم مثل أستاذ المدرسة ويقول لهم بعد أشهر قليلة سوف تمتلك إيران القنبلة النووية. بيطلع تقرير الوكالة الدولية وبإجماع مجلس الحكام اللي فيه أمريكان وغربيون وآخرون إنه ما في ولا مؤشر على بعد عسكري بالحد الأدنى من 2009. طيب إنه هن فرضوا مثلا على المصارف في العالم إنه ما تقبل ودائع لحزب الله، وإذا عندها ودائع تقوم بمصادرتها وما تعمل أي تحويلات لها علاقة بحزب الله. أقول لكم اليوم أيضا، ذكرنا هذا سابقا لكن من باب التثبيت، ليس لدينا أموال في المصارف اللبنانية حتى لا نحرج أحدا، لا سابقا ولا حاليا، ولا أصلا عندنا أموال نودعها في البنوك. يعني نحن مثل ما بيقولوا من المنتج إلى المستهلك مباشرة. أنا لا أطلب من الدولة اللبنانية ولا من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية لا أن تحمي حزب الله ولا سلاحه ولا ماله ولا أحدا من أبنائه وبناته. مطلوب منكم تكونوا بس رجال، إذا إجوا اتهموا حدا تقول له طيب أنت عم تقول هذا مصريات وحزب الله أو مخدرات أو غسيل أموال أو التجارة بالبشر، عندك دليل؟ جيب لي ملف لحوله على القضاء اللبناني. نحن قبلانين، وإذا القضاء اللبناني بيحكم بأي شيء وبيطلع معه هذا المال لحزب الله خدوه صحتين على قلبكم. الإجراء الأخطر هو ما يرتبط بوسائل الإعلام، سواء كانت تنتمي إلينا مثل منار والنور إلى آخره، أو تتهم بأنها تدعمنا أو تتهم بأننا ندعمها، وصولا لاحقا إلى مستوى أي وسيلة إعلام تتهم بأنها تتعاطف معنا. هلا ده رفع عليها أيضا سيف التهديد. هاي أمريكا اللي بتقول حرية وديمقراطية وتقبل بتعدد الرأي وبتحكي عن العدالة القضائية. نحن لا يجوز لنا أن نستسلم، ولن نستسلم، وسنبحث عن كل الطرق والوسائل الممكنة لنسمع صوت مقاومتنا وصوت حركات المقاومة. إن انشغال الإدارة الأمريكية بنا بحزب الله، والكونغرس بيقعد وبيجتمع وبيناقش وبصير إجماع كمان، هذا كمان أيضا شيء جيد، وإعلان أشكال جديدة من الحرب علينا، يجعلنا أولا نقطع بأننا في المكان الصحيح. ومن وجد نفسه شريكا للأمريكيين والصهاينة فليعد النظر بعقله ودينه وقرآنه الذي ينتمي إليه ووطنيته وقوميته وشعبه وأخلاقه التي يتغنى بها. المحطة الأولى له بعد تحريره من سجن العدو كانت الضاحية الجنوبية، وها هو سمير القنطار يعود إليها في آخر محطة له في حياة عاشها مقاوما وأسيرا فشهيدا. في يوم استقباله أسيرا محررا في الضاحية الجنوبية، أطلع عميد الأسرى الشهيد سمير القنطار مرفوع الرأس. وها هو اليوم وبعد 7 سنوات يحضر شهيدا مرفوعا على الأكف. دخل سجون العدو وهو يحلم بالشهادة، فخرج منها ليستشهد على يدي هذا العدو الغادر. من جرمان السورية حيث سقط إلى روضة الشهيدين، وصل القنطار بعزة وكرامة تماماً كما وصل إلى بلاده بعد 30 عاماً من الأسر. أقيمت الصلاة على جثمان أبو علي في روضة الشهيدين بمشاركة شعبية وحزبية كبيرة.
إذا كان الإسرائيلي يتخيل أنه باستهداف سمير القنطار قد أقفل حساباً فإنه مخطئ جداً، لأنه يعلم وسيعلم تماماً أنه فتح على نفسه حسابات. لا تقفل بصاروخ غادر ولا بحقد ولا تشفن. ثم سار موكب الجنازة من روضة الشهيدين باتجاه روضة الحوراء زينب. الحشود الشعبية والسياسية المشاركة اعتزت بشهادة القنطار، وأولهم زوجته التي وعدته بأن تضع أغلى ما عنده بعيونه. الخط أنا اخترته من الأساس، من وقت ما اخترت سمير وكلنا على هذا الخط، وحتى علي أنا قلتها وبعيدة بقول لسماحة الأمين العام لحزب الله سيكبر علي وسيكون على نفس الخط وعلى نفس النهج ونفس المسيرة إن شاء الله على طريق القدس. شو بتقولي له اليوم للشهيد؟ بقول له علي بعيوني، بقول له هنيئاً لك هيدي الشهادة وهيدي المكرمة، هنيئاً لك الحلم اللي تحقق. أسرى محررون من سجن الخيام شاركوا في التشييع أيضاً. إنسان بده يفوت بهذا الخط هو مشروع، إما أسير إما شهيد. نحن كنا أسرى، يعني ما نلنا وسام الشهادة، ولكن كنا مشروع شهادي، بالتالي لم تكتب لنا، ما كنا نتمنى، ولكن إن شاء الله يعني نحن لها. كلنا مشاريع شهداء إن شاء الله. إن شاء الله طبعاً كلتنا مشاريع شهداء، حتى باعتقالنا نحن ما فكرنا بالدنيا أبداً. أما بالنسبة إلى تبعات العملية، هناك روايتين حتى الآن. الرواية الأولى تتحدث عن ما بعد خط الهدنة، يعني أطلقت صواريخ موجهة، وهناك رواية أخرى تقول عن خرق حصل، وبالتالي كثرت الأسئلة حول منظومة S-400 أين هي. حتى الآن الروسي لم يدلي بأي شيء حول هذا تنسيق مع الروسي. لا أريد أن أقول أن هناك تنسيق، لكن بالطبع من كان يظن أن روسيا ممكن أن تكون معنا في هذا الموضوع، يعني بموضوع العداء لإسرائيل، بالتأكيد يعني روسيا ليست في هذا الوارد. روسيا لديها استراتيجية مختلفة تماما. سمير في أسره علمنا معنى الحرية، وفي شهادته اليوم يعلمنا معنى الحياة. رجل صاحب مسيرة كهذه لا يليق به إلا الشهادة. سمير الذي هو العنوان الأكبر بالنسبة لحزب الله قناة الجديد. قناة المنار بثت وصية الشهيد سمير القنطار وأبرز ما جاء فيها. اليوم أعزني الله بهذه الشهادة التي أسأله أن يتقبلها، فإنني أمضي وأنا على ثقة بأن هذه المسيرة الجهادية لن تتوقف ولن تتراجع ولن تحيد بوصلتها عن فلسطين، لأن الله أعز هذه المقاومة بقادة لطالما زودونا بالثقة والإيمان بالنصر. وفي وصيته توجه إلى السيد حسن نصر الله بالقول: أشكره من أعماق قلبي على الرعاية التي أحاطني بها فور تحرري من الأسر وحتى لحظة شهادتي، وأشكره على وعده الصادق الذي بفضل الله وبفضله تحررت من الأسر. هذا العدو يتوهم أنه بقتلنا قد يجر المقاومة إلى مواجهة هو اختار زمانها ومكانها. من هنا أؤكد لكل محبي المقاومة أن الانتقام لدمائنا يكون من خلال التمسك بهذه المسيرة ومن خلال تنامي قوة الردع التي تمتلكها المقاومة. وأضاف الشهيد: إن قيادة المقاومة وعلى رأسها سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله تعرف وبدقة متى وكيف ترد على جرائم العدو، وتدرك بمسؤولية تجنب الانجرار لمعركة حدد العدو زمانها ومكانها. للشهيد سمير القنطار أم فلسطينية من قطاع غزة تبنته أسيرا على مدار 15 عاما. تقرير نزار حبش. قبلة حرة أملت هندوما وشاحا تطبعها على جبين لم يطأطئ يوما. تمضي الساعات وصورة ولدها سمير الذي تبنته أسيرا لا تفارق أحضانها، تحتفظ بها منذ 15 عاما وكأنها قطعة من روحها. قبل استشهاد بثلاث أيام شايفه مستشهد ونايم قدامي، هذا أول واحدة. ثانيا الله بعلم مضيت اليومين وأنا مش طبيعي في الدار، هنا
لا مع أولادي ولا مع بناتي، لأني حاجة شفت قبل عيني أزعجتني. أم جبر من مخيم لبريج جنوب مدينة غزة دأبت على زيارة القنطار رفيق ابنها في معتقلات العدو مدة 15 عاماً. كانت تحرص على توفير احتياجاته الأساسية حتى خط اسمهما معا بحروف من وجع ومعاناة الاعتقال. تيجي للأم ما خطرهاش ابنها يفرقها ولا نص ساعة ولا دقيقة عن عينها. فلما أنا بقيت أصل هناك وما أصدق لما يزعق والاسم يقوله سمير قنطار، على طول أروح وأخش في غرفة التفتيش ويفتشوا وآجي طالع على سمير، ولما أشوفه كأنه مش مسجون ألاقي محضر حاله كعريس، النور في وجهه، حالق، لابس سلواعي اللي لايقات على طوله على وجهه. جبر وشاح رفيق سمير الذي أقام بيتا للعزاء في المخيم تحدث لقناة الجديد عن حب القنطار لفلسطين وعن شغفه بمقارعة العدو بعد التحرر. لم يقهره السجن، بل هو قهر السجن والسجان، وأكبر دليل على ذلك هو عند تحرره واصل دربه النضالي بالالتحاق بالمقاومة من أجل تحرير الأرض العربية ومن أجل تحرير فلسطين. الحجر في مطرحه قنطار وفقا للمثل الشعبي، وهكذا كان سمير القنطار جبلا في الصمود والثبات على الموقف، يلقبه الكثيرون في فلسطين بقديس المقاومة، كيف لا وهو من ناضل واعتقل وتحرر وارتقى فداء لفلسطين. من فلسطين المحتلة نزار حبش، قناة الجديد. طول كرم تندد بجريمة اغتيال القنطار. نظمت اللجنة الشعبية لمناصرة سوريا والقوى والفعاليات الوطنية في محافظة طول كرم الواقعة شمال غربي الضفة الغربية وقفة تنديد بجريمة اغتيال عميد المحررين سمير القنطار، وذلك في ميدان جمال عبد الناصر. وقال أنني سنعود إلى فلسطين رغم أنف الاحتلال، وعاد إلى فلسطين. المعتصمون وجهوا رسالة تضامن مع محور المقاومة في لبنان بعد سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت قادة حزب الله في السنوات الأخيرة، وأبرزهم عماد مغنية ونجله جهاد. في جلسة استثنائية انعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام وأقر خطط ترحيل النفايات، وبعد الجلسة كانت كلمة لسلام قال فيها إن قرار الترحيل مؤقت ريثما نصل إلى حل مستدام، فيما أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب تفاصيل القرار والشركات التي ستتولى الترحيل. تمكن معالي الوزير مع فريق عمل بعد فريق عمل وانتهاء بفريق عمل من جنود مجهولين رافقوه ورافقونا في إيجاد الحلول، تمكن من أن يضع بين أيدينا ما لجأنا إليه اليوم من حل يتمثل بترحيل النفايات خارج لبنان. الحل مؤقت وانتقالي ومرحلي، لعله يكون في عبرة ودرس للجميع لأهمية وضرورة الابتعاد عن المناكفات وعن التنافس وعن التضارب وعن المزايدات وعن كل الجو السياسي العام اللي بفترة ماضية كنت أشرت له بكلمة وقلت نحن في وسط نفايات عضوية ومنزلية وبلدية، ولكن أيضا نحن نعاني من نفايات سياسية. بعد أن استدرجت عروض الشركات المتوفرة الموافقة المبدئية
على التعاقد مع كل من شاركت هو بيبي وشينوك إيربن ماينينج انترناشنال لتصدير النفايات البلدية، موضوع الفقرة أولا أعلاه وفقا لمشروع العقد المرفق. التعاقد مع الشركتين المذكورتين أعلاه خلال مهلة أسبوع من تاريخ إيداعها المستندات المنصوصة عليها في النبذة ب من البند 1 أعلاه على أن يتم التعاقد وفقا لما يلي: ألف، أن تكون مدة كل عقد 18 شهر، على أن تسري هذه المدة ابتداء من تاريخ إعطاء الشركة أمر المباشرة بالعمل. ب، أن تكون تكلفة الترحيل للطن الواحد $125 أمريكية. 4، التعاقد مع مكتب استشاري الإشراف على عمليات الترحيل بعد موافقة رئيس مجلس وزراء. 5، التفاوض مع شركة شينوك إيربن ماينينج انترناشنال لتشغيل منشآت الفرز والمعالجة في نطاق عمل المشغل الحالي لبيروت وقسم من جبل لبنان وفق عرض الشركة والبالغ $25 للطن الواحد، والتعاقد معها في حال كان عرض الشركة مع متطلبات تصدير النفايات ومع كلفة التشغيل. مجموعة جاي التغيير تعتصم في ساحة رياض الصلح رفضاً لترحيل النفايات. تزامناً وانعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ترحيل النفايات، نفذت مجموعة جاي التغيير تحركاً رمزياً في ساحة رياض الصلح رفضاً لأي قرار قد تتخذه السلطة السياسية من شأنه أن يعزز المحاصصة والفساد في الدولة. اليوم الحديث عن $1 مليار من أجل ترحيل النفايات هو صفقة جديدة في حياة السلطة السياسية الفاسدة. $1 مليار من جيبة الشعب اللبناني، خاصة وأنه هناك حديث عن زيادة 3000 ليرة على سعر صفيحة البنزين من أجل جباية هذا المبلغ لترحيل النفايات. الحراك اليوم رافض وسيرفض أي شكل جديد من أشكال الفساد وأي شكل جديد من أشكال المحاصصة. ثم توجهت مجموعة من الناشطين إلى خيمة أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش تأكيداً لدعم قضيتهم. كل إنسان عم يجي يوقف معنا ويسألنا عن كمالة هالملف، نحن عم نتشكر وكتر خيركم كحراك، بتجوا بتسألوا عنا وبتحكونا وممنونينكم سلف، يعني ما قدر لكم شيء، يا ريتو خي حسين هون لحتى كان يوجهكم كلمة أكبر من هيك، بس أنا باسمه بقلكم بتشكروا وبدنا منكم الدعاء ومنكم كمان الله يقويكم لحتى يتفعلوا أي أمر لازم نعمل فيه بهالبلد. وقد أكد الناشطون أن الحراك تولى هذه القضية منذ البداية، محملين السلطة السياسية مسؤولية هذا الملف. جلسة الحوار الأخيرة لهذا العام إعادة تموضع في مقاعد المتحاورين. للمرة الثانية تعقد جلسة الحوار في عين التيني بدلاً من المجلس النيابي. في الجلسة الأخيرة لهذه السنة حضر الجميع باستثناء النائبين ميشيل عون ووليد جملاط، وناب عنهما الوزير جبران باسيل والوزير السابق غازي العريضي. كما كان لافتاً حضور رئيس حزب الكتائب سامي جميل المقاطع للجلسات السابقة. استهلت الجلسة بكلمة وجدانية للرئيس نبيه بري رثى فيها الشهيد سمير القنطار طالباً الوقوف دقيقة صمت. استمرت الجلسة لساعتين ونصف الساعة وغاب عنها الملف الرئاسي، وتركزت المشاورات على تفعيل العمل الحكومي المعطل. في الجلسة كان خلط للمقاعد فأعيد توزيعها، والجار القديم لم يعد جاراً، وكأن إعادة تموضع المتحاورين جاءت انعكاساً للخلافات الطارئة بين الحلفاء، خصوصاً بعد التسوية الرئاسية المقترحة. الرئاسة غابت والنفايات حضرت بخطة ترحيل من دون التطرق إلى أي تفاصيل حرصاً على عدم تسريبها، واقتصر النقاش على كون الخطة حلاً مرحلياً لا دائماً. الرئيس نبيه بري شدد على ضرورة تفعيل العمل الحكومي، خصوصاً أن هناك 800 بند مرمي على طاولة مجلس الوزراء تعرقل حياة المواطنين وتزيد معاناتهم.
وتطرق بري إلى لقائه نقيب الأطباء الذي أطلعه على إمكانية ظهور أمراض خبيثة في السنين العشر المقبلة من جراء أزمة النفايات. أما الوزير جبران باسيل فتناول ما وصفه بمشروع توطين مموه للاجئين السوريين بناء على ما صدر من مقررات في فيينا، ورأى أن العبارات المستخدمة في المقررات المتعلقة بمصير اللاجئين بعد حل الأزمة يمكن أن تؤدي إلى توطين لهم في لبنان. وتطرق باسيل أيضا إلى اجتماع نيويورك الذي تناول تصنيف المنظمات المقاتلة في سوريا التي يمكن مفاوضتها، معتبرا أن للبنان معاييره الخاصة ولا تفاوض مع أي من المنظمات التكفيرية. جلسة كانت مخصصة لتفعيل العمل الحكومي، وتطرقوا لكل القضايا السياسية بالبلد، وكانت أجواء توافق ومحبة، خاصة أنه قادمين على الأعياد. لا شك أنه يمكن يكون في إجراء أو إدارة للجلسات بطريقة توافقية استثنائية، إنما ما بيجوز اليوم مع العطلة الرئاسية نضل يعني البعض يتمسك بالتعطيل الحكومي، فلا سبب إن شاء الله يكون في حلحلة على هذا الصعيد، ولنقول جلسة النفايات اللي كان الجلسة الأولى لرئيس الحكومة قبل ما يدعي لغير جلسات يكون بداية، يكون في توافق، نحن معنا كل التفاصيل، يكون في توافق حول موضوع ترحيل النفايات، وينفتح المجال لدعوة للجلسات للحكومة بروحية توافقية اللي هي ربما مش دستورية بس بإيد رئيس الحكومة أنه يدير الجلسات بهذه الروحية. دخلنا بالعطلة الرئاسية بشكل أو بآخر، بس هيد عطلة رئاسية عن التعطيل، شو بدنا نقول؟ في بعض المزايدات يعني لابد منها بمسألة الحكومة، إنما يعني الجو أنا لقيته شوي إيجابي. في غياب رئيس الجمهورية في فرد قاعدة قلناها من الأول وبدها تبقى التوافق، هذا وضع استثنائي ما بيمشي مجلس الوزراء لا هو ولا جدول أعماله ولا قراراته إلا بالتوافق، ونحن جزء أساسي من التوافق. في قاعة الحوار وباستثناء الدقائق المعدودة التي يسمح للمصورين فيها باتخاذ اللقطات، غرفة المتحاورين آمنة من تطفل وفضولية الصحفيين والمصورين. يتحاور رجالات الدولة بسكينة وبعيدا من أي عين مراقبة، سكينة لا تحظى بها غرفة الصحافة في عين التين المجهزة بكاميرا مراقبة خفية للاطمئنان إلى أحوال الصحفيين. في عين التين تنقلب الأدوار، فضول الصحفيين لا يضاهى بفضولية المتحاورين أو سيد القصر. آدم شمس الدين، قناة الجديد. بعد الفاصل، أولادهم أبناء الخاص. أحييكم من جديد. المسؤولون في الدولة لا يثقون بمؤسسات الدولة لتنشئة أولادهم، لماذا؟ تحقيق ليال بوموسا. من الصعب العثور بين طلاب المدارس الرسمية على ابن لمسؤول في الدولة اللبنانية، لماذا؟ لأنه ما في ناس بسمنة وناس بزيت، إنه أيه إنه أحسن من عم الشعب، إنه هيك بحسوا حالهم خارج من الخارج بيتعلموا هول، معهم كروتي كلهم بلانش هول تقالي، ما بعرف بفرنسا بسويسرا بالمدارس الخاصة هول، لا هول استثنين هون هول من، بس نحن ما قدرنين بالرسميين حتى هلا. أنا ما بدي أخفي عليك ولا بدي أخبى وراء أصبع، يعني أنا أولادي حطتهم مدارس خاصة، أنا علمت أولادي بمدارس خاصة وبجامعات خاصة. ليش قبل أولادي أنا وين تعلمت؟ أنا تعلمت بمدرسة رسمية، هلأ أولادي عم يتعلم مدرسة خاصة مبدئيا. بعتهم للخارج لحتى، لأني أنا بأثناء تربيتي لهم حاولت أنه ما يتلوثوا بأثار الحرب اللبنانية، وبعتقد أني عملت شغلة مهمة أني بعتهم لبرا. في عندي ابني اللي بعده بالجامعة الآن، عم يدرس بالجامعة اللبنانية، بدرس حقوق بالجامعة اللبنانية. بحسب بيانات الجامعة اللبنانية، ليس هناك إلا 3 وزراء في الحكومة الحالية درس أبناؤهم في الجامعة الوطنية، وهم غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، ومحمد فنيش. لكن ماذا عن وزراء التربية؟
المفاجأة جاءت من الجامعة اللبنانية بعدما طلبنا تزويدنا أسماء وزراء التربية الذين علموا أو يعلمون أبنائهم في الجامعة الوطنية، وحصلنا على لائحة بالوزراء من عام 90 حتى اليوم، ليتبين أن وزيرا واحدا للتربية من أصل 15 علم ابنه في الجامعة اللبنانية، وهو الوزير حسن منيمنة الذي يدرس في الجامعة اللبنانية. والمفارقة أن وزير التربية عبد الرحيم مراد هو صاحب جامعة خاصة انطلقت في عهده الوزاري، وطبعا أولاده لم يدرسوا في الجامعة الوطنية. الحظ وحده أنقذ وزير التربية الحالي الياس بوصعب، فلو لم يكن خارج لبنان على ما يفهم من حديثه لكان أسوة بمعظم وزراء التربية، علم أولاده في الجامعات والمدارس الخاصة. هلا أنا يمكن من حظي ما رح تقدري تلقطيني بهذا الموضوع، لأنه كنت عايش خارج لبنان، أولادي تعلموا بالمدارس وحتى أول سنة جامعة فات ابني خارج لبنان، وهلا مؤخرا رجعت على لبنان. منا شيء سلبي أو إيجابي وين بحطوا أولاده، بس اللي هو سلبي عدم دعم فعلا المدرسة الرسمية من قبل كل الحكومات المتعاقبة. فإذا كان توفر المستوى النوعي لكلية من الكليات لا يجوز مطلقا لمن يشغل موقعا عاما وزيرا أو نائبا أو يعني ما يقوم مقام هذه المواقع في الدولة أنه يحط ابنه بمؤسسة خاصة. هذه رسالة سلبية للرأي العام اللبناني. ممثلو الدولة لا يثقون بمؤسساتها التعليمية ولم يبالوا على مدى سنوات بتطويرها ما داموا يعلمون أولادهم في المدارس والجامعات الخاصة. حري بهم إذن أن يأكلوا من صحن التعليم الرسمي، اللهم إلا إذا كانوا يعتبرونه مسموما، فلا يجب أن ينجو طابخ السم من تذوقه. ليال بو موسى، قناة الجديد. أنظمة تعود إلى 500 عام قبل الميلاد تتفوق على الديمقراطية في لبنان. تقرير جاد غصن. كلما قارنت الواقع اللبناني بأي دولة حديثة قيل لك هذا لبنان، أين هو من الدول الحديثة؟ حسناً، فلنقارنه بأحدى ديمقراطيات عصر يصفه البعض بالجاهلية. حسبنا ديمقراطية آثينا قبل 2500 عام. لجأنا إلى الوزير السابق شرب النحاس، وهو المتخصص بالأنتروبولوجيا، لاستطلاع آليات الرقابة لدولة تعود إلى عام 500 قبل الميلاد، فعرض علينا إحداها وهي آلية العزل. كان يكفي ببداية كل دورة مرة بالسنة أنه 6000 من المواطنين يحطوا بجرة شقف فخار مكتوب عليها اسم شخص من المواطنين، حتى يعزل هذا المواطن، ينفى من المدينة ويعزل من أي مهام عامة. تحصين النظام والديمقراطية هما هدف هذا القانون كما يؤكد نحاس. ليش هالشي كان موجود؟ هالشي كان موجود لأنه كان في تخوف أنه شخص من الأشخاص، يا أما لأنه عنده ثروة كبيرة، يا أما لأنه عنده صيت كتير كبير، عنده شعبية كتير كبيرة، أنه بحال بقي قايم بمهام عامة يوصل لمكان يهدم الديمقراطية، يعني يرجع ينشأ زعامة شخصية تاخد شكل يتحول تدريجيا إلى ملكية، وبالتالي تزول الديمقراطية. فلنسرع المشهد ونقدمه 2500 عام ولنتجه إلى سويسرا الشرق لبنان. قمة حداثة ديمقراطيته أتتنا بقانون الإثراء غير المشروع الذي أقر في مطلع خمسينيات القرن الماضي وحدث عام 99. هذا القانون المعروف باسم من أين لك هذا يسمح للمواطن بالتقدم بشكوى ضد أي مسؤول رسمي لسؤاله عن مصادر ثروته. ولكن الرواية ليست هنا. الرواية الجميلة هي في أنه في غضون 60 عاما منذ تاريخ وضع هذا القانون حتى اليوم لم تقدم شكوى واحدة في حق أي مسؤول في الدولة اللبنانية. لن نطيل التشويق، فنوهم أيا كان بنظافة الكف اللبنانية. السبب حتما ليس النظافة،
بل في المادة 15 من القانون التي تغرم الشخص الذي يتقدم بالشكوى مبلغا لا يقل عن 200 مليون ليرة لبنانية والسجن 3 أشهر كحد أدنى، إضافة إلى دفع تعويض للمشكو منه في حال أسقطت المحاكمة عنه. صدق. ويحدثوننا عن ديمقراطية أثينا ويتغنون بفلاسفة الإغريق. أواه، لو يعلمون بالنبوغ في لبنان، ديمقراطية الصحراء العربية وسويسرا أنطاكيا وسائر المشرق. جاد غصن، قناة الجديد. الإصلاح الانتخابي في الإعلام اللبناني على مشرحة الساسة وأهل الإعلام. انطلاقا من الدور المحوري للانتخابات النيابية في الحياة السياسية، نظمت مؤسسة مهارات لقاء تناول موقع الإصلاح الانتخابي في الإعلام اللبناني تجربة عام 2015 في فندق فينيسيا. جمع اللقاء عددا من النواب والوجوه الإعلامية من المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة، وقد عرض اللقاء خلاصة دراسة عن تغطية الإعلام قضايا الإصلاح الانتخابي. إذا ما نعمل تعديل حقيقي وإصلاحي بدك أنت أي قانون انتخابات بيسمح لك تعمل إصلاح حقيقي، مش ترجع تنتج طبقة سياسية ذاتها. والإصلاح الحقيقي بالنسبة لي بيعني اثنين، بيعني القوة السياسية وطريقة تعاطيها مع الانتخابات ومرشحينها وكيف تخوض الانتخابات، والإصلاح الثاني يعني الناخبين. اليوم القانون الوحيد يلي بيغير لنا على المستويين هو قانون النسبية. مدخل أي إصلاح سياسي وأي إصلاح لعمل المؤسسات هو قانون انتخاب حديث يؤمن صحة التمثيل. ونحن بواقعية ومبدئية وانطلاقا من الحرص على إنجاح التجربة اللبنانية، لأنه لا بديل عنها. اليوم دول المنطقة اللي واقع بأزمات سترغم يوما ما تتوصل للسلام، ترجع لصيغة اتفاق الطائف، تسوية بين كل المكونات والاعتراف بحقوق الجميع، وإلا حروب إلى ما لا نهاية. في نقطة رابعة نحن أضفناها، هي نقطة سياسية بحت، ولكن كل يوم عم نكتشف مدى أهميتها، هي أن نعتمد تحييد لبنان من الصراعات الحاضرة بالمنطقة عبر إعلان بعبدة وتسجيل هذا الإعلان بمقدمة الدستور. بس نحن ما اعتبرناها هيدي نقطة أنه ما في بديل عنها، هيدي النقطة هي متممة للنقاط الأخرى وممكن اعتمادها بمراحل لاحقة وليس مسبقا، حتى لا أحد يفكر أنه عم نعمل حواجز سياسية غير قابلة للاختراق. وقد أدار الإعلامي وليد عبود اللقاء، حيث جرى تبادل الخبرات بين الوسائل الإعلامية كافة. متطوعو الدفاع المدني يؤكدون أنهم ماضون في اعتصامهم في حال عدم بت ملفهم وإقرار تثبيتهم. ليس تهديد، بنحب الكل وبنحترم الكل. إذا اليوم أقر مشروع دون مشروع سامحونا، في حقنا مشروع بالتحرك. ويا معالي وزير الداخلية، بعرف أنه بس تخلص الجلسة لح تظهر وتتطلع بأبنائك وبأخوتك وتقول لهم هاي المشروع، أنت رجل صادق أنا بعرف. وبالمناسبة قال له بدك تعرف مين هو، تسأل عنه مش أهله، جيرانه. وجيرانك شهدوا لك أكثر ما شهدوا لك أهلك، مثل ما شهدوا لكل الشرفاء. بعرف أنه حضرتك رح تظهر وتقول يا أخواتي الموظفين والأجراء والمتطوعين، وشو حلوة كلمة أخواتي، أنا هاي المشروع فت فيه، لكن ما صار شي بالجلسة. نحترم ونستكين ونبقى بهالساحة. طبعا عندنا خطوات لكن بعيدة عن الدولاب والطريق والله الناس مخصوا. المدير العام لكهرباء زحلي أسعد نكد يضيء برج السيدة العذراء بألوان الميلاد ويقيم حفل غداء ميلادي لأطفال المؤسسات الاجتماعية. كعادته كل عام أنار مدير عام كهرباء زحلي برج السيدة العذراء بأحدث التقنيات الضوئية على غرار برج إيفل في باريس بحضور حشد من الفعاليات الروحية والأهلية. هذا وأقام حفل غداء ميلاديا لأطفال المؤسسات الاجتماعية في زحلي في المجمع الترفيهي سكوبيلاند.
انتو لازم تحبوا لبنان وما تتركوا لبنان، هذه شغلة كتير مهمة. قبل ما تكونوا اسلام ومسيحية ما تنسوا انو انتو خلقتوا لبنانية، هذه اهم شغلة. نحن ضد الطائفية ضد المذهبية، نحن عنا الله واحد، ونحن بدنا نؤمن ببلدنا. وبدكن انتو الجيل الموجود اليوم، انتو بعد 30 سنة او اقل انتو بدكن تحكموا لبنان. ومن ثم قدم بابا نويل الهدايا إلى الأطفال، وتحدث رئيس دار الصداقة الأب جورج اسكندر منوها بجهود المهندس نكد الذي أضاء زحلي والجوار 24 على 24 ساعة، مقدما له أيقونة القديسة ريتا تقديرا. بعد الفاصل يا فرحة ما تمت. وفي الخبر الأخير، ملكة جمال الكون كولومبية لثوان ثم فلبينية. There are two women left, Colombia and Philippines. Please join me over here. في سابقة لم تشهدها مسابقة ملكة جمال الكون من قبل، ارتكب خطأ خلال الحفل الذي شاهده عبر الشاشة الصغيرة أكثر من 600 مليون شخص، حيث شارك 80 متسابقة بينهم سينتيا سموئيل الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرة. وما حصل هو أن الممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي، مؤلف كتاب تصرفي كسيدة وفكري كرجل، ارتكب خطأ خلال تقديمه حفل انتخاب ملكة جمال الكون، إذ أعلن فوز ملكة جمال كولومبيا بتاج ملكة جمال الكون عندها على التصفيق والتهاني، ودنت منها المتسابقات مهنئات ومعانقات، وتم وضع التاج على رأسها مع باقي من الورود بين يديها، وعلى صدرها الشارة المشهورة بعبارة ميس يونيفرس 2015، وراحت تلوح بيدها شاكرة اختيارها ذارفة الدموع، إلا أن هارفي اكتشف بعد 5 دقائق خطأه. I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. توجه هارفي إلى الحاضرين واعتذر متحملا المسؤولية، معلنا فوز ملكة جمال الفلبين باللقب، التي وقفت مصدومة حائرة إلى أن صعدت المسرح إحدى المنظمات وأخذت التاج من الكولومبية ووضعته على رأس الفلبينية. قبل الختام نشير مشاهدينا إلى أن عناصر الدفاع المدني ينفذون اعتصاما رمزيا في هذه الأثناء في وسط بيروت، لأنه لم يؤتى على ذكرهم على ذكر قضيتهم في جلسة مجلس الوزراء، وهم يحفرون القبور ويجلسون فيها في تحرك رمزي أبلغنا به منذ بعض الوقت. إذن عناصر الدفاع المدني ينفذون هذا التحرك الرمزي في خطوة احتجاجية على عدم إدراج بند حقوقهم في جلسة مجلس الوزراء اليوم. والآن نذكر بعناوين نشرتنا. نصر الله للعدو والصديق. ومن حقنا أن نرد على اغتياله في المكان والزمان وبالطريقة التي نراها مناسبة، والكل يعمل حسابه على هذا الأساس. الوداع في الضاحية. بقول له علي بعيوني. والعزاء في غزة. قبل استشهاد بثلاث أيام، شايفه مستشهد ونايم قدامي. حوار نهاية العام. دخلنا بالعطلة الرئاسية بشكل أو بآخر، بس هيدي عطلة رئاسية عن التعطيل، شو بدنا نقول؟ والحكومة سترحل النفايات. طلعت ريحة الجميع
بدون استثناء في هذا الملف وهذا الموضوع. ختام النشرة، الموعد الإخباري يتجدد عند 7:30 صباحا. تصبحون على خير.